ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. تعالوا نعمل مع بعض الشوكولاته الحلوه دي بمكونين اتنين بس. هتعمليها في البيت، تنفع في العيد، تنفع في المناسبات، حاجه تشرفك كده قدام ضيوف، وحاجه تحفه من الاخر. هتعمليها مش هتبطليها، بس لو اول مره تشوفيني ما تبخليش عليا، كومنت حلو زيك ولايك، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نخش في موضوع الحلقه ونشوف الشوكولاته الحلوه دي عملناها مع بعض ازاي. هنحضر مع بعض حاجه حلوه لذيذه سهله بمكونين اتنين بس، تنفع للعيد، تنفع للمناسبات، تنفع للولاد، تديها لهم في المدرسة، تديها لهم كده ياكلوها، حاجة حلوة كلنا كبار صغيرين بنحبها. زي ما احنا شايفين المكونين اللي انا محتاجاهم معايا في الوصفة النهاردة هما ايه. اول مكون عندي وهو السوداني، انا عندي هنا السوداني جايباه اللي هو الحباية الصغيرة بالشكل ده كده من عند الحلواني اهو بالشكل ده. عايزه تجيبي السوداني العادي وتكسريه او تديله نص تكسيره كده او تطحنيه زي ما انت عايزه، طبعا ليكي الحريه. انا هنا مستخدمه نص كوبايه من السوداني اللي هو الحبايه الصغيره ده زي ما اتفقنا. تاني مكون عندي وهو الشوكولاته، هنا مستخدمه شوكولاته اهي، شوكولاته خام للطبخ باللبن. الباكو ده عامل 15 جنيه، بس عايزه اقولك ان هو حلو قوي حتى في الاكل كده، ان هو محلي يعني ينفع كمان ان انت تستخدميه كده، مش للطبخ بس، حلو جدا بصراحه وعجبني النوع ده. انا ما كنتش بستخدم النوع ده بس جربته فعجبني جدا. طبعا النوع المتاح عندك استخدميه. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين هنا حطيت نص باكو من الشوكولاته، ممكن تزودي الكميه تقلليها زي ما انت عايزه. انا هستخدم نص باكو بس من الشوكولاته، وهضيف عليه معلقه كبيره من الزيت، الزيت بتاع الاكل العادي. الزيت هنا بيفرق او بيدي لمعه حلوه ويخلي الشوكولاته تبقى سايله معاكي، ما تبقاش بعد ما تسيح تبقى ناشفه كده معاكي، لا بحط معلقه كبيره كده مليانه من الزيت. وباخده بقى اسيحه على حمام ميه، او ممكن تشغلي الميكروويف وتطفيه وتدخليها فيه على السخونيه بتاعته، بس بيسيح معاكي بكل سهوله. يعني شوفي الطريقه اللي انت حباها وسيحي بيها الشوكولاته. هاخد الشوكولاته بتاعتي اسيحها وارجع لكم. انتوا شايفين كده حبايبي ده شكل الشوكولاته بعد ما ساحت، بصوا لونها حلو ازاي، وبصوا عامله ازاي، بصوا هنا اخدت لون حلو ازاي عشان الزيت، وبصوا بقت سايله معايا ازاي اهي. تمام، هجيب بقى السوداني بتاعي وابدا ان انا انزل بيه في الشوكولاته واقلبه. انا عايزه كله ميكس مع بعض، السوداني مع الشوكولاته. تمام، نزلت بكميه السوداني اللي عندي على الشوكولاته وبقلبها كويس جدا. انتوا شايفين جبت هنا صينيه، وهجيب هنا القالب السيليكون. طبعا لو مش متاح عندك في قوالب كده بلاستيك، كنت عامله ريفيو عنها قبل كده، رخيصه ومتوفره عند الحلوانيه، فمش لازم قالب سيليكون. تمام، عندي القالب السيليكون بتاعي ده، هبدأ ان انا احط بقى فيه الشوكولاتة بالشكل ده كده اهو، احط معلقة في كل واحدة، بعد كده لو اتبقى زيادة اعيد تاني. شايفين المنظر اهو، زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى اهي كده. ليه حطيت هنا الصينيه تحت القالب؟ عشان لما ادخلها التلاجة يبقى ثابت معايا. ببدا ان انا اعمل كده القالب بتاعي اهو واعدلها. الكميه ملت معايا القالب وما شاء الله الواحده مليانه. تمام، بالشكل ده كده هدخلها بقى التلاجة تنشف ونشوف شكلها لما تطلع هتبقى عامله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي ده شكل بقى الشوكولاته بتاعتنا بعد ما حطيتها في التلاجة. تعالوا بقى نطلعها كده ونشوف الشكل بقى النهائي. بصوا بقى المنظر، ايه رايكم؟ تنفع بقى للعيد، تبقى حلوه قوي تعمليها بايدك، احلى من بتاعه بره على الاقل مضمونه، وتختاري نوع الشوكولاته اللي انت حباه والمكسرات. شايفين بصوا المنظر حلو قوي ازاي. هطلع بقى الكميه كلها. زي ما انتوا شايفين بصوا بقى المنظر، بصوا الحلاوه، بصوا حلوه ازاي. طبعا احنا كنا بنجرب مع بعض في كميه قليله، عايزه بقى زودي الكميه براحتك. ايه رايك بقى؟ ممكن تعمليها في المناسبات، هتبقى حلوه قوي، تعمليها لاولادك هتعجبهم جدا. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نين.